السلام عليكم طلاب، اليوم عندنا محاضرة جديدة بموضوع الـ Impulse and Momentum. طلاب، في بداية الكورس الثاني اللي هي تحت موضوع الـ Kinetics، قلنا لكم أنه الـ Kinetics نقدر بثلاث طرق نحلل الأجسام المتحركة، أما باستخدام قانون نيوتن الثاني بشكل مباشر اللي هو Summation F يساوي MA، أو باستخدام الـ Work and Energy، أو الطريقة الثالثة اللي هي امبلس اند مومنتم. احنا خلال الأيام الماضية أخذنا طريق السكند لو اوف نيوتن، وأخذنا الورك اند انرجي، واليوم ناخذ إن شاء الله الامبلس اند مومنتم. إذا تتذكرون هذا قانون نيوتن الثاني طلاب، اللي هو سميشن فورس يساوي ام اي. احنا الاي نعرفها، الاي تساوي هي الاي تعجيل دي في اوفر دي تي، فاحنا هاي دي تي تروح للطرف الثاني، راح يصير summation اف دي تي يساوي ام دي في، صحيح؟ اف دي تي يساوي ام دي في. اذا ناخذ integration من تي 1 تي 2 من في 1 تو في 2، راح تكون عندي المعادله هذا، خليه مثل ما هو، يساوي ام باعتبار هذا constant في 2 minus في 1. هاي ببساطه هذا هو the principle of linear impulse and momentum، هذا هو الأساس، المبدأ الأساس للـ Impulse Linear الخطي العفو والاند والمومنتوم، هذا بشكل خطي. طبعا اكو Linear Momentum، اكو Angular Momentum. ان شاء الله اذا صار عندنا مجال بعد محاضرتين ان شاء الله ناخذ الـ Angular Momentum، هسه احنا ناخذ فقط الـ Linear. فطلاب اذا تشوفون هذا القانون، هذا الـ V2، هاي V1، هاي Initial، هاي Final، اللي أنا أقدر أبسطه بهذا المعادلة، هاي الـ Principle اللي هي MV1 plus Summation FDT Integration from T1 T2 يساوي MV2. هذا Initial Momentum، هذا المقطع الـ MV هو الـ Momentum، هذا هو الـ Impulse. مفهوم المومنتم، اكو فرق بين المومنت، انتم ماخذين يمكن اعتقد بالستاتيك المومنت العزم والزخم. المومنتم هو الزخم، شنو معناه؟ هي الكتلة، يعني ماس موشن، يعني الكتلة المتحركة. ترى شوف المومنتم هي مجرد هي كتلة وسرعة، فشوف انه هاي الزخم. هسه احنا مرات نشوف انه كتلة اذا صارت بسرعة معينة يقول هاي عندها زخم، بس اذا صارت سرعة اكبر زخمها اكثر، مع العلم هي الكتلة ثابتة. فالزخم المومنتوم هو معناه ماس موشن، بينما الامبلس، الامبلس هو الاف، يعني القوة اللي راح تصير في دي تي، في المدة، في اللي راح يصير بها تأثير هذا القوة. يعني اذا قلنا مثلا هاي القوة، هاي الكرة ارتطمت بالأرض، ارتطامها يعني أخذ فد ثانيتين، طبعا القوة مثلا خلينا نقول 5 نيوتن، فخمسة في 2 10 نيوتن سكند، هذا هو الإمبلس، إنه القوة في مدى تأثيرها، في وقت تأثيرها. واضح طلاب؟ نرجع هنا لللينير المومنتم، هذا قانون لينير مومنتم. احنا لازم نعرف الوحدات، اللي هو الام في يساوي وحداته اللي هو وحدات الكتلة اللي هو كيلوغرام، بينما ال V هي متر بير سكند، فراح يكون الوحدات هي كيلوغرام متر بير سكند. بينما الامبلس، هسه تشوفون هاي تعاريف المومنتوم والامبلس، هاي ماس موشن، هاي تأثير قوة خلال في خلال فترة من الزمن مثل ما عرفناها. فالوحدات الامبلس هي نيوتن سكند، هاي هنا سلايك فوت بير سكند او اي بي بير سكند بوينت سكند. واضح هنا؟ اذا عندكم، اذا كان الفورس، بما انه هسه هنا فورس، تبهون اكو فورس، احنا قلنا احنا بالكاينتكس لازم اكو فورس، اذا ماكو فورس احنا كينماتكس، صح؟ فتشوفون بالورك، بالانرجي، بالمومنت اند امبلس، بالقانون نيوتن الثاني، دائما الاف موجوده. شوفوا انه ما دام الاف موجوده بمعادلاتي، اذا انا قاعد اشتغل كاينتكس، ام وفي يعني كاينتكس قاعد اشتغل جسم،
متحرك آخذ بعين الاعتبار القوة المؤثرة عليه، بينما بالفصل الأول لا تذكرون كينيماتكس، لا احنا مجرد ناخذ تعجيل، سرعة، displacement وزمن، ما عندي فورس، معادلاتي أبدا ما تظهر بيها الفورس. فهاي قلنا الوحدات، الوحدات جدا مهمة وجدا أطالب بيها، وهاي الإمباس، وقلنا إذا الإمباس هو function of time، إذا كان function of time متغير فراح ناخذ الـ integration T1 to T2، وإذا كان الـ constant force راح يكون عندي يعني مجرد T2 minus T1. هذا واضح بين variable force اللي هو يكون function of time، فبما أنه function of time راح أخذ integration time إلى من T1 T2، أما إذا كان constant force لا راح يكون ثابت مجرد T2 minus T1. هاي أخذناها طلاب. طبعا هنا بما أنه عندي velocity، إحنا تعرفون الـ velocity هو scalar وvector، يعني أنه هو متجه قيمة واتجاه، بما أنه قيمة واتجاه نقدر أنه هذا أقدر أطبق القانون، هذا أقدر أطبق عليه القانون أنه مثلا بكل بالثلاث اتجاهات، يعني إذا قلنا إذا جسم متحرك بقوة تحت تأثير قوة بشكل مائل، فأقدر أسوي يعني تحليل X و Y. من قلت X و Y أنه هذا راح يكون كتلة، والله يعني هي ثابتة V1X، هنا راح يصير X، هنا X، هو أقدر أسوي Y Y Y Z Z Z، يعني أحلل هنا حسب المتجه، إذا كان يصير بشكل خطي هذا هو X، إذا كان طولي يعني باتجاه الواي اوريدي ما عندي شيء احلله، بس اذا كان بشكل ما لا، هاي راح يطبق بيها اكس واي. هسه نشوف، انا اذكركم اكثر من مثال بشكل مائل وبشكل خطي، نكون خطي وانما بشكل باتجاه المتجه وبشكل مائل، يعني نبلي. هاي المعادلات تشوفوها في اكس اف اكس Vx هاي 1 هاي 2 y y z z، هاي الانيشال مومنتوم، هذا الامبلس، شوف المومنتوم هي الكتلة المتحركة، بينما الامبلس هي القوة المؤثرة في وحدة الزمن، وهذا الفاينل مومنتوم. هنا طلاب principle of impulse and momentum for a system of particles، هنا احنا اخذنا اذا كان جسم متحرك قاعد نشتغل على particle، بس اذا كان عندي منظومة، يعني عندي مجموعة من particles تتحرك نسبة الى فد reference line، فهنا راح يكون عندي summation، بما انه اكثر من كتلة summation mi vi1، هاي الانيشال مومنتوم مال مجموعة particles plus fi مجموعة القوى المؤثرة في الزمن، يساوي الفاينل مومنتوم مال مجموعة مال الكتل، إذا عندي أكثر من كتلة، يعني عندي أكثر من particles، مجرد أنها summation summation. طبعا هنا طلاب عندي بروسيجر مال الحل، هنا أنه شلون أول شيء أحدد المتجهات مالتي، لازم أعرف، لازم بعدين أطبق الـ principle مومنت الـ impulse مومنت مومنتوم، اجد المطلوب اذا محتاج، شوف شنو من خلال السرعة هنا اقدر اطلع السرعة الاولى الثانية، هذا كله امبلس، هذا كله وليس بس الاف امبلس، وانما اف في التايم، يعني اذا اني اسأل على الامبلس مو تجد الفورس، وانما اف دي تي، هذا كله تير اسمه امبلس، هذا الانيشال مومنتوم، هذا الفاينل مومنتوم. طلاب بس انتوا لو تشوفون، انا اكو بعض الاحيان اعطيكم مثال انت تقدر تحله باكثر من طريقه، اللي بعض الاحيان تشوف الطالب يسال يقول لك انا شو تطبق اذا هو كلها سرعه وكلها كتله وكلها زمن، اذا هي قاعد تتكرر، اوكي انت تقدر تحلها بالورك هاند انرجي، بعض الامثله اقدر احلها بالمومنتوم، اقدر احلها بالورك هاند انرجي، انا في الفاينل اذا انا ما محدد لك طريقه انت حل بالطريقة اللي تشوفها سهلة لك وغير معقدة، شوف انت شنو المعطيات عندك وحسب القوانين. واضح طلاب؟